بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبكم الأستاذ باسل مسامح شرفة عبر قناتي عبر اليوتيوب باسم الأستاذ باسل مسامح شرفة، لمن يرغب المتابعة دائما وإشعاره بالفيديوهات التي تنشر تباعا عليك عمل اشتراك وقرع للجرس حتى يتم إشعارك بكل ما هو جديد. استكمالا لشرح القطع للمستوى الرابع لطلبتنا الأعزاء التوجيهي، اليوم راح نتحدث حول قطعة Space Schools، المدارس الفضائية، وكنا بنعرف أنها موجودة في الوحدة السادسة page number 46 صفحة 46. أنا هشرحها عن طريق الدوسية الخاصة فيه حتى تكون الكلام واضح ونقدر نحدد الأشياء المهمة فيها كما عملنا في الفيديو السابق في قطعة The Time We Spend at School. وزي ما حكينا اللي بيحب يستفيد إنه كيف يدرس القطعة كويس بيقدر يرجع للفيديو السابق قبل هذا الفيديو اللي شرحنا فيها قطعة The Time We Spend at School، بيقدر يعرف شو الطريقة اللي اتبعناها في دراسة القطعة. على بركة الله نبدأ. Space School، المدارس أو مدارس الفضاء، زي ما حكينا نتبع مع بعض، هي موجودة في صفحة 46 كتاب Students Book اللي هو بين قوسين الملون. Studio schools are pioneering schools which receive funding as well as support from private businesses. Studio schools معناها المدارس الاستوديو أو المدارس الصغيرة. Are pioneering schools، هي مدارس رائدة. إذن تعريف studio schools هي مدارس رائدة. إذن الاستوديو school schools are pioneering schools، هي مدارس رائدة. Which، التي، which عمن تعود؟ تعود على المدارس الرائدة أو على studio schools. فلو أنت قلت له ال which تعود على pioneering schools صح، ولو قلت على studio school برضو صح، بس الأفضل والأقوى هي تستخدم ال which refers to pioneering schools، تعود على المدارس الرائدة. Which receive، والتي تتلقى، receive معناها يتلقى أو يستلم، funding as well as support. Funding as well as support، بنحط هاي تحتيها خط الكلمتين هذولا، تمام، عشان نحط الآن عنوان مناسب لهم ونشوف شو هذا العنوان. Funding المقصود فيها التمويل، as well as، وكذلك support، الدعم. إذن هذه المدارس الرائدة التي تعتبر studio schools تتلقى الدعم والتمويل from private businesses، من القطاع الخاص أو الشركات الخاصة، تمام؟ إذا ممكن يجيني سؤال، تمام؟ يقول لي مثلا private businesses أو مثلا pioneering schools receive، تتلقى many things from private businesses، write down two of them، اذكر اثنتين منهم. فجوابي حيكون الفاندينج، التمويل، as well as السبورت، الدعم. اذا سؤالي راح يكون ضمن السؤال حيكون في عندي كلمه برايفت بزنسز اللي هي الاعمال الخاصه او القطاعات الخاصه. اند ويتش، وبكمل الان الهدف بيحكي لي عن الايم، اوكي، او الجول اوف ستوديو سكولز. ممكن يجيني سؤال وات از ذا ايم of studio schools، ما هو هدف مدارس الفضاء. Which، والتي، إذن برضو الwhich عمن تعود؟ الwhich also refers to studio or pioneering schools. Which seek، والتي تهدف، the same meaning of what، of aim، نفس المعنى، والتي تهدف، هنا الهدف الآن، انتبهوا. Seek to encourage young people to undertake a less conventional form of secondary education. اذا هذا الهدف الخاص في المدارس الرائده او المدارس الفضاء، عشان هيك احنا بنعلمه باللون
اليلو الأصفر عشان تكون عارفين. الأصفر هي العبارة عن الأفكار المطروحة في النص واللي ممكن ينطرح عليها الأسئلة. إذا which seek to encourage young people to undertake، لتشجيع الشباب. encourage تشجيع، support أو دعم أو تشجيع، or motivate تحفيز. تحفيز أو تشجيع الشباب to undertake لممارسة a less conventional form، الشكل الأقل تقليديا of secondary education، من التعليم الثانوي. إذا this is the main what the main aim، هذا هو الهدف الرئيسي لهذه المدارس. إذا هي تتلقى they receive funding as well as support from private businesses، هي تتلقى الدعم والتمويل من القطاعات الخاصة أو الشركات الخاصة خلينا نسميها. وكذلك تهدف which seek to encourage young people to undertake a less conventional form of secondary education. منلاحظ انه هنا يعني خلينا نحكي الفقرة الاولى راح يعرف الاستوديو سكول، راح يعرف الاستوديو سكول هي المدارس او المدرسة الفضائية او الصغيرة او الرائدة ايش المقصود فيها. These schools، هذه المدارس، لو اجى قال لي these refers to what، تعود على مين او تشير على مين، بنقول له على schools. دائما اسماء الاشارة تشير على ما بعدها، تشير على ما بعدها اي ما جاء بعدها او ما تبعها. These schools، هذه المدارس اللي هي المدارس الرائدة. Often عادة specialize تتخصص in one specific area، تتخصص في مجال واحد او في مجال خاص. Whilst understanding، بينما الادراك والفهم that the same broad range of skills، ان سلسلة نفس سلسلة المهارات skills and qualifications والمؤهلات should be made available، يجب أن تكون متوفرة to all young people، لمعظم الشباب. إذن هي راح تعمل وراح تحاول تشتغل على توفير المهارات والمؤهلات لجميع الشباب. إذن ممكن يجي سؤال مثلا على skills والqualifications، قطعة بسيطة جدا طبعا هي ولحد الآن ما جابوها. وإذا الطلاب اللي امتحنت قبل يومين على الامتحان الإنجليزي كانوا جابين مقتطفات من هذه القطعة، وكان بعض الأسئلة وكانت أسئلة بسيطة جدا طبعا. طيب one such school، أحد هذه المدارس has recently opened. وحكينا بالفيديو السابق وإنت تدرس النص ركز على القواعد، ركز على البنكتويشنز علامات الترقيم، ركز على الكلمات اللي حكينا عنها بالصندوق الأصفر اللي لازم تحفظها إملائيا كمان. زائد ممكن تتدرب عليه اشتقاق، يعني زي هذا الشكل اللي هنا has recently opened أي افتتحت مؤخرا. طيب بالاشتقاق في قاعدة الاشتقاق كنا نقول إن الظرف يقع بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي، فبنلاحظ recently. إذا نركز على هذه الملاحظات وأنت تقرأ النص، لأنه قلنا السؤال الايديتنج اللي بيجي في نهاية الجملة هو مقتضب أو مقتبس من النصوص اللي بتدرسها. فإذا أنت كل نص درست عليه القواعد والبنكتويشنز علامات الترقيم والديكتيشنز الإملائيات كلها بتكون أمرك تمام وبتستفيد من علامة العشر علامات فل كاملة إن شاء الله. إذا one such school، أحد هذه المدارس has recently opened، افتتحت مؤخرا to، لا شوف الهدف، to educate 14 to 18 year olds، أيوة حتى تدرس أو تعلم السن ما بين ال 14 و 18. يعني بدي يجيني سؤال اقتباس أو عدد راح يقول لي كلمة age العمر. خلينا نكمل الجملة ونشوف هل هي اقتباس ولا لا. هو الذين، اللي هو عمن تعود، ضمير وصل يعود العاقل صح؟ وين العاقل؟ على من يعود العاقل؟ دائما قلنا الضمائر الوصل بتعود على اللي قبلها مباشرة، اللي هم ال 14 to 18 year olds، هذول بتعود عليهم كاملين. الذين who have a special interest in working in the space industry، والذي لديهم اهتمام خاص في العمل في صناعة الفضاء. إذا من الجملة هاي كلها ممكن أعتبرها كاملة اقتباس، ممكن نعتبرها
اقتباس. تمام؟ يعني الجملة من عند one school has recently opened to educate 14 to 18 year olds who. قلنا الهو عشان ما نضيعش اللي حددناهم. الهو هو ضمير وصل يعود على ايش؟ يعود على 18 year olds. وقلنا كمان اوكي هيك تمام. طيب who have special interest والذي لديهم اهتمام خاص in working in the space industry. لديهم اهتمام خاص في صناعة الفضاء. إذا ممكن يجيني سؤال quotation اقتباس. Quote the sentence which indicates التي يبين the age العمر that the مثلا studio school or the pioneering school or the new pioneering school المدرسة الرائدة الجديدة okay to educate حتى تدرسهم شو العمر. فأنت مباشرة تعطي الجواب من عند one to industry من عند one ولا حرف ولا كلمة بنقص من هذه الجملة الاقتباس. يعني من عند الكابيتال لتر الاو لعند اخر حرف والنقطه هذا بيكون الكوتيشن. Students follow a tailor-made curriculum. اذا الطلاب يتبعون منهاج مصمم. Tailor-made طبعا التيلر المقصود فيها الخياط بس ما بتيجي معنا خياط هنا بتيجي معناها الديزاينر او الديزاين يعني شيء مصمم مخصص. اذا students follow a tailor-made curriculum. curriculum هو المنهاج الدراسي. إذا يتبعون الطلاب منهاج مصمم at the school المدرسة. إحنا لما نيجي نقول مثل مدارس الحكومة عندنا مناهج خاصة للطلاب العلمي وعندنا مناهج خاصة للطلاب الأدبي وهذول نفس الشيء. The studio schools or the pioneering schools but they have tailor-made curriculum مناهج في المدرسة مناهج مصممة يعني مجهزة لهذه المدرسة. طيب شو بيقول لهون انتبهوا كيف صيغة السؤال including تشمل subjects. هاي الكلمة المفتاحية اللي حكينا عنها دائما انه لازم انا احط عنوان تمام حتى اقدر اعرف السؤال كيف راح ينطرح وكيف اقدر اجاوب عليه. subjects such as astronomy. astronomy اللي هي علم الفلك اذا المنهاج تاعهم حيكون متعلق بعلم الفلك and astrophysics وعلم الفلك الفيزيائي. ايوه اذا ممكن يجيني السؤال وحكينا احنا اللي حاب يستفيد من عمليه دراسه القطع يرجع للفيديو السابق وقلنا كيف انه انا بدي اركز هاي الافكار لانه في الامتحان هناك ثلاث اسئله تركز على الافكار المطروحه في النص. فمثل ما يجي يقول subjects اها شو الطلاب اللي بتدرس المواد شو المواد اللي بيدرسوها الطلاب in the pioneering school في المدارس الرائدة منقول الاسترونومي علم الفلك and the astrophysics وعلم الفلك الفيزيائي. lessons الدروس are a mixture هي خليط of small class tutorials هي خليط من الدروس الصفية الصغيرة. إذا lessons الدروس are a mixture of small class tutorials with projects مع مشاريع لانه هاي عباره عن زي المدارس الصناعيه يعني مدارس فيها working في عمل يعني في عندنا مواد دراسيه وفي عندنا كمان عملي practical with projects بالمشاريع supervised by leading companies. وهون بدنا نحط عنوان صغير عليه هاي الجمله ونكتب كلمه group 1 المجموعه الأولى لأنه في هيجين عليه سؤال يقول لي مثلا المدارس الرائدة has two groups لديها مجموعتين أو مثلا نقول there are two groups okay administrate the pioneering schools يعني هناك في مجموعتين تدير المدارس الرائدة. فأول مجموعة راح نسميها اللي هي leading companies الشركات القيادية. شركات قيادية شو وظيفتها؟ supervise او supervising اشراف. اذا هذه lessons الدروس are a mixture of small class tutorials هي عبارة عن دروس صفية صغيرة مع projects مع مشاريع يشرف عليها من قبل leading companies شركات قيادية in both في كلا the space الفضاء يعني هاي المشاريع شو بتكون عبارة عن ايش
راح تكون في الفضاء Space and Technology Industries وفي الصناعات التكنولوجية. واضح؟ إذا حكينا هنا Lessons are a mixture of small class tutorials, هي عبارة عن دروس صفية صغيرة خليط مع مشاريع يشرف عليها من قبل شركات قيادية في يعني هاي المشاريع بإيش تختص؟ تختص بالفضاء Space وتختص بالتكنولوجي اندستريز. يعني اجي قال لي there are two examples mentioned in the text about projects, هناك مثالين ذكر في النص حول هذه المشاريع, فمنقول في كلا الفضاء والصناعات التكنولوجية. طيب prominent scientists, ما ننساش المجموعة الأولى اللي حكينا عنها اللي هي leading companies, المجموعة الثانية الآن prominent scientists and engineers, هذول المجموعة الثانية, هذول نحط عليهم group 2 مجموعة ثانية. prominent or prominent scientists and engineers يعني المهندسون والعلماء البارزون. prominent معناها بارز, scientists علماء, and engineers ومهندسون, هذول بسموهم second group المجموعة الثانية. are brought أحضروا in as guest lectures. guest تذكروا كلمة guest مرت معكم في المستوى الثالث في قطعة التكنولوجيا, استخدام التكنولوجيا في الصفوف الأردنية. إذن هذول شو وظيفتهم؟ guest lecturers هو عبارة عن محاضرون ضيوف. إذن المجموعة الأولى شو وظيفتها؟ وظيفتها supervising اللي هي إشراف, لكن المجموعة الثانية عبارة عن lecturers عبارة عن محاضرون as teachers كمعلمون يعني. إذن هذول المجموعة الثانية نسميهم the prominent scientists and engineers. with students مع الطلاب aiming يهدفون زي seeking to achieve لتحقيق to be great علامات عالية in their عمان تعود هنا their الطلاب تلقائيا على الطلاب. So there refers to the just a minute. Okay. طيب there إذا تعود على the students الطلاب, تمام؟ طيب students aiming to achieve to be great in their maths and science exams. إذا برضو أنا هنا في عندي بس شوي أوكي. إذا هنا إحنا في عندنا شو كمان exams امتحانات. طب شو هاي الامتحانات اللي هي الماثس والساينس. الماثس والساينس خليها بنفس اللون الأصفر زي ما حكينا, اللون الأصفر هي العبارة عن الأفكار المطروحة في النص, والأزرق اللي هو الضمائر العائدة على الأسماء. حكينا إذن الذير تعود على students على الطلاب. أوكي طبعا بدنا ننتبه لو جيت قلت له أنت student بدون students صفر ما بتستفيد شيء, لازم تكون الضمير مناسب للإسم تاعه. إذا بنعيد with students مع الطلاب يهدفون لتحقيق علامات أو درجات عالية in their maths في الرياضيات and science exams وامتحانات العلوم. إذا لو إجاني سؤال قال لي مثلا students aim to achieve to be great in two exams في امتحانين, شو هما؟ منقول له الماثس والساينس. when they عندما هم, مين هما؟ the students. إذا برضو الضمير they يعود على the students. when they leave school عندما يغادر المدرسة they هم برضو هم الذي عمان تعود برضو على the students. they will be placed to take any number of different career paths. إذا عندما يغادرون المدرسة يعني طلاب التوجيه زيكم إن شاء الله على خير, لما تترك المدرسة هذولا المقصود فيهم راح يتوظفوا راح يوضعوا في عدد من وظائف مختلفة number of different career paths. they هم من هم برضو
الستودنتس الطلاب. إذا برضه أنا عندي هنا they don't have to become, هم ليسوا عليهم أو ليسوا مضطرون أو ليس بالضرورة to become astronauts, يعني مش مضطرين يصيروا رجال فضاء. مين اللي حكى هذا الكلام؟ says a spokesperson for the school, المتحدث باسم المدرسة. ممكن هاي الجملة زي هيك تكون عليها اقتباس. يعني الجمل دائما الاقتباسات الكوتيشنز هي عبارة عن facts, حقائق, تواريخ, أرقام, ركزوا عليها في كل النصوص والجمل اللي بتتحدث عن هذا الكلام. Excellent, excellent grades, الدرجات الممتازة. أها. In science and technology. In science and technology إيش؟ Technology subjects. أيوة. معناته ممكن يجي عليها سؤال. إذن excellent grades, الدرجات العالية أو الدرجات الممتازة في المواد التكنولوجيا والعلوم. أيوة. شو في عندي؟ في عندي نتائج, في عندي results, أو في عندي benefits, منافع, أو consequences, أو advantages. بغض النظر شو ممكن يجيب عليهم سؤال, لما يجي يقول لي excellent grades, العلامات الممتازة في العلوم والتكنولوجيا هذول المواد, معناته في عندي الآن نتيجة. شو بده يصير؟ كان open, هي واحد, كان open many doors, تفتح العديد من الأبواب, and lead to a variety of career opportunities, أي ويكون هناك العديد من فرص العمل المتنوعة. يعني هذول النقطتين الخاصة بمين؟ بال excellent grades in science and technology subjects. هاي الجملة شايفينها بيجي عليها سؤالين. ممكن يجي يقول لي there are two subjects, okay, there are two subjects, if the students get high grades or excellent grades, ويكتب لك هذا النقطتين معهم. شو بنقول له؟ science and technology. ممكن يقول لي كمان excellent grades in science and technology subjects, okay, أو students, أو there are many advantages or there are many benefits, عدة منافع, when the students get excellent grades in science and technology subject, mention them or write them. نقول له can open many doors, lead to a variety of career opportunities, أي تقود إلى عديد أو تنوع من فرص العمل. ها هي قاعدة, أو عفوا عقلنا مشغول بالقاعدة, هاي قطعة الـ Space Schools, مدارس الفضاء, الموجودة في صفحة 46 للـ Students Book, وقطعة بسيطة جدا, يعني ما اجت نهائيا. نركز عليها ونركز عليها بموضوع الـ Editing, ممكن يجي عليها سؤال Editing. قطعة بسيطة سلسة, معنيها سهلة جدا, يعني تقدر تجاوب بكل سهولة. اللون الأصفر زي ما حكيت لكم هو عبارة عن الأفكار اللي طرحت في النص, والأزرق هو المقصود فيه الضمائر عن تعود, والاقتباسات زي ما انتم شايفين واضحة الاقتباسات, ما فيها اي شيء. اتمنى اكون شرحنا القطعة بشكل مبسط وفهمتوها, واللي بحب يستفيد بيقدر يعيد الفيديو مرة مرتين ويتبع معه الكتاب اقباله او الدوسية, ويحط خط تحت الجواب او الفكرة المناسبة. بتمنى لكم التوفيق والنجاح. محبكم الاستاذ باسل مسامح شرف.